السلام عليكم، معاكم اخوكم مروان ابو سعد احد اعضاء جروب عشاق السفر. اليوم بناخذكم ان شاء الله في رحله متنوعه في الشمال التركي. هذا وقت التشيك اوت من الفندق وطالعين ان شاء الله لمكان باذن الواحد الاحد انه يعجبكم. باخذ لكم بعض اللقطات للفندق هذا وبعطيكم معلومات عنه. وصلنا مدينة أوف، هذه مشهورة تكون محطة انطلاق للي ناويين يروحون مرتفعات السلطان مراد وأوزنقول. فيها سوبر ماركت عجيب بحط لكم اسمه، هذا فيه كل ما يخطر على بالك وأكثر. وهنا قرية شايكرة تبعد عن أوزنقول تقريبا 20 إلى 25 كيلومتر. كل هالقرى والتوقفات اللي قبل شوي أوف والحين شايكرة كلها للتجهيز للطبخ والكشتات في أوزنقول. جميع أنواع الخضروات طازجة والفواكه هناك. قرية حلوة وصغيرة لكنها مهملة. كيف مهملة؟ الحين بوريكم. هذا منظر حلو بس عشان تجي هنا وتشوفه شوف العشوائية. المشي في القرى بالأرجل له صراحة طعم وجو عجيب. تشوف ما بين الأزقة، تشوف الناس وتشوف حياتهم الطبيعية. وهذا المنظر من الطريق إلى مرتفعات السلطان مراد 13 كيلو من هنا. تجاهلوا الستاند اللي انا قاعد اصور عليه واستمتعوا معي بالمنظر. قبل شوي كنا في الأجواء الشاطئية والحارة والحين
ولا داعي للنظارة. شرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي. وهذه مرتفعات السلطان مراد. ورجعنا لكم من بعد البريك في مكان أسر قلوب الكثير وزنقول. طبعا وزنقول فيها قرابة 100 فندق في قبل البحيرة وعند البحيرة وبعد البحيرة. اللي قبل وبعد البحيرة غالبا تكون أسعارها أقل من اللي عند البحيرة مباشرة. ما شاء الله أطباق الحلا عندهم متنوعة وكثيرة وتوها جاية فريش. طيب يا جماعة الخير، الحين بعطيكم بعض المعلومات المهمة الخاصة بحسابي وحساب السياحة المذهلة.